تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترام السادة الأفاتارات في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل محبة وإعزاز، لكم كل الود والتقدير أجزله. كل الناس اللي فتحت البث المباشر الآن، أهلا بكم في صفحة المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة، أهلا وسهلا. حقيقة يا ريت الناس يعني بأقل عدد من الآن، يعني الناس تبدأ طوالي مباشرة في اللايك والشير، يعني الناس لسه ما تمت 1000 الآن في أول الثواني، لكن لايك شير. أهلا مهند، عليكم السلام. محمد الطايف وطارق عتيق وطارق أحمدية ومهند الجعلي والطيب منقا أبو أميرة السناري خير الله بلة، كذلك حامد وأبو محمد، محمد أحمد وعبد حماد، كذلك أمين ميرغني، وأهلا أيمن الجيلي وهلا فضل الله. طيب الناس الفاتح البث زي ما قلت قبل ما نلحق الألف، سريع أي زول يعمل لايك شير بعد نلحقها، إن شاء الله بإذن الله بعد ذاك نكون وصلنا. لايك ملصقات شير كويس. ومصطفى سليمان بيقول الصوت طيب، ايمن بيقول لي وتجديد عايش. يا اخي المقدمه دي ما نكون معايا يا جماعه، ناس كنت تاني يقول لي احمد ضيع على الاقل غير المقدمه الواحده دي يا اخي، كويس جننتنا بها يا جماعه. يا اخي انا جايبه من ايه يا اخي، من ايه في كتاب الله كويس، تحيه وسلاما دي كويس، اللي هي في اخر سوره اللي هي في اخر سوره اللهم صل على محمد سبحان الله وبحمده، اخر سوره الفرقان في اواخرها اللي هي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. طيب كثير من الشباب يمكن الآن موضوع البث المباشر منتظرينه، إنه الحاصل شنو في البلد دي وما الشوين وكده، وفي كثير من الناس بيعرفوني أخواننا في مواقف أو التقينا أو كده، فبيكتب تعليق أنا قد ما أشوفه فيلقاني يقول لي يا اخي انت ما قريت تعليقي وانت، فعشان كده لو انا ما قريت تعليقك وانت شايفه مهم شديد راسلني في الصفحه في الخاص مباشره. طيب يوم بكره هو حقيقه يوم مخيف بكل المعادلات، هو يوم مخيف بكل المعادلات، واذا مر ما بتضمن اللي بعده. نحن صرنا في منزلق خطير جدا، في صراع بتاع توازن قوى، في صراع بتاع أطماع محاور، كل محور بيحاول يثبت نفسه ويثبت نفسه، وكل مركز قوى ومراكز الضغط واللوبيات بتشتغل بقوة الآن. ما بين هذا وذاك يضيع المواطن المسكين، ما بين هذا وذاك فك الأحقاد وتفتت الأكباد كويس. طيب مليونية الغد 30 ديسمبر اللي هو آخر يوم يمكن في السنة كويس، أو قبل شهر ده فيه 30 ولا 31 والله ما أعرف، لكن تقريبا دي الخاتمة، يعني في الشهر تقريبا يوم 30 الخاتمة لديسمبر كويس. الأجواء معتمة ما مفهومة، أي زول بيسأل التاني ماشيين وين والحاصل شنو، النت بيقطعوه لا النت ما بيقطعوه، بيقطعوه هسي لا بيقطعوه بعدين، بيقطعوه بكرة لا بيقطعوه الصباح، بيقطعوه بعد شوية لا والله يخلوا قالوا بكرة، بكرة قالوا لا بعد بكرة، هسي نت قطع كده. بقينا شغالين الشغل، بقينا ما فاهمين نتيجة عليات واتجاه. قطعت النت دي غير الثوار اللي انت بتعتقد انك قطعت الاتصال عن النوم، قطعت النت دي فينا شغالين باليومية، طبعا اغلاق الكبار شيء اخر، في ناس شغالين باليومية، في ناس شغالين اللي عندهم علاقة بالمظاهرات ولا كده، لما تقوم تقطع النت وتقطع الاتصالات بحجة انه والله يا اخي دي ضرورة امنية الان، كذلك انت بتضيع المواطن اللي بتكفل له الكوبري وفي نفس الوقت كان عنده مريض داري يوديه خلاص مقابلة مثلا في الخرطوم وساكن في مدرمان او من بحري الخرطوم ومن الخرطوم لبحري والضد، اذا كان كده هو بيعاني، النت مقطوع يكون وفي نفس الوقت الاتصال مقطوع إلا من بر السودان كويس، وذاته ما عارف المزية دي تاني نواصل فيها ولا لا. يعني من البداية قلنا للحرية والتغيير
استلموا الاتصالات بسرعة، استلموها كويس عشان تكون تحت يدكم انتوا كمدنيين، والشعب يقول فيها كلمته. لكن تسكعوا حتى يعني فرض عليهم المكون العسكري انها تحت يدهم، وتعني ما يناقشوا الموضوع ده لا قريب لا بعيد، انتهى كان يعني بالاسلوب ده. الشباب الثوار بيطلعوا في مليونية ما معروف، زي ما قلت لك انها تقطع 200. عشان كده يا جماعة رسالتي دي وصلوها بأسرع مستوى، خلاص بأسرع طريقة ممكنة. الصوت واضح لكم يا جماعة؟ أنا الصوت عندي وقف وما أعرف، الصوت عندي وقف، الصوت واضح شباب؟ لو الصوت واضح لايك شير يا شباب، لايك شير. يبدو لي الصوط، مرحبا عباس ريكس بدر الطيب. الصوت يا أخوانا يبدو لي فيه مشكلة، مرة التعليقات تجي ومرة تختفي. الصوت عندكم كيف؟ الناس بتقول ارفع صوتك يا استاذ، كلكم الصوت ما واضح عندكم؟ الاشقر قال لي فاكر قطع، ما معروف البلد دي. طيب اها قال لي البث قطع يا رأي. ها الصوت كده البث جا ولا ما جا يا اخواننا؟ كده جا ولا لا؟ انا ما اعرف بتكلم براي ولا كيف. محمد موسى بياكد، محمد موسى بياكد قطع البث. الصوت كيف معاكم؟ الصوت كيف يا اخوانا؟ عشان نتجنب قطع البث ده، عشان نتجنبه الصوت لو واضح عندكم لايك شير، لايك شير. يمكن النت ذاته زي ما قال بدا يقطع الانترنت، ربما بدا يقطع الان. احمد الاسد مرحب، اهلا كباشي ابو ملك، اهلا محمد ابو محمد. لو الصوت عندكم واصل وواضح يا ريت تورونا. يا التعليقات ذاتها وقفت يمكن. شباب ها الصوت كيف؟ ولا انا قاعد اجوب براي؟ في ناس بيقولوا الصوت كويس، الله سبحان الله، ناس يقولوا الصوت كويس وناس يقولوا انه الصوت ما واضح لهم حتى. ناس بيقولوا الصوت جا. طيب بقى زي الشبكة اها. طيب في نقطة مهمة برضو، في معلومة يا جماعة وردتنا الآن بأنه في حملة بتاعت اعتقالات بدت. أنا ثبت التعليق لو الصوت عندكم واضح كويس، بثبت التعليق. لكن هنا للأسف يعني التعليق ذاته في معلومة وردتنا يا جماعة عن مجموعة بتاعت اعتقالات لستة أشخاص، وبعض الأحياء الآن تتعرض لاعتقالات. لو 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 التعليق ده وضح ليك، المثبت ده يا ريت تضغط لنا عليه ولايك. دي معلومة وردتنا عن إنه في حملة الآن تنفذ بالاعتقالات. لو عندكم الصوت واضح، لو عندكم الصوت واضح، لو عندكم الصوت واضح كلمونا. المهم يعني ما معروف بكرة اللي حصل شنو، وتقريبا التعليمات بتاعت اللجنة الأمنية بقطع الانترنت. هو شوف غايته أنا أكاد أؤكد لك في حاجة جاية في 72 ساعة، 96 ساعة الجاية دي، الثلاثة يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، في حاجة جاية كويس، في تغيير فعلا قادم. دي أنا أؤكده وقاعد أقول لك الأيام اللي فاتت دي كلها إنه في تغيير قادم، في تغيير قادم، في تغيير قادم كويس. الفترة دي كلها
فلو لو الصوت واضح لايك شير يا جماعة، لو الصوت واضح لايك شير. نشوف كده بإذن أخوكم، نشوف التلفون ربع التاني. طيب التلفون الثاني في مشكلة، الشبكة بسيطة لكن يمكن اللايف شغال، يمكن اللايف شغال. شباب اعملوا لايك شير، غريبة انه هنا اللايف شغال عادي يعني كويس، اعملوا لايك شير كويس. فتقريبا انه القرارات بتاعت اللجنة الأمنية بقطع الإنترنت من مساء اليوم الأربع ولغاية يوم السبت كويس. في معلومة بتقول انه قطع الانترنت لغاية يوم السبت. شباب لو سامعيني، لو سامعيني اعملوا لايك شير. الصوت هنا اللايف واضح سبحان الله، في التليفون الثاني واضح، لكن في غير كده في مشكلة كويس. فانا هنا بالنسبة لي هنا طيب بانه يتم قطع الانترنت عن السودان لغاية يوم السبت. ويا جماعة والله ده كلام مزعج جدا حقيقة، بتوقفوا ناس الرحلات، بتوقفوا الناس الشغالين يسموها شنو ترحيل، اي حاجه في الدنيا دي، اي حاجه خلاص في الدنيا دي انت بتوقفها خلاص. والله يستر الله يستر الله يستر الله يستر من يوم بكره كويس. وقوائم الاعتقالات والليست الطويله التي تمت الاعداد لها يا جماعه، لما انا اقول خلاص الكلام ده يا اخوانا انا ما بخوف زول كويس، انا ما بخوف زول، ولو انا خايف ذاتي انا شخصيا كويس ما كنت بقول الكلام ده. ده كلام بيحصل الان، ده كلام بيحصل الان كويس في البلد. وانه الان الاحزاب السياسيه مختلفه حول الرؤيه بتحصل كويس، وناس بتتكلم عن انه الوضع بتاع الحكومه كونه انها تكون موجوده في المسرح بدون رؤيه واضحه دي ذات مشكله كويس. اذا كويس، اذا الصوت عندكم واضح. فطالما انه جهاز الامن راجع او رجع، طالما انه اعيدت صلاحياته، والاهم من الكلام ده كله شنو انت عارف؟ الحصانه، نزع الحصانه دي دي المشكله هنا. يعني قبل كان العسكري بتاع الشرطه ممنوع عنه السلاح الناري مثلا قبل 25 وقبل خلاص، وفي الايام الاخيره جزء كثير برضه لسه السلاح مسحوب منه. لما تقول نزع الحصانه معناها انه اسمه شنو؟ معناها انه الحصانه رجعت. لما تقول نزعها معناها ما في استخدام ليها اصلا. لما تقول الدوم الحصانه ثاني، ارجاع الحصانه، معناها بعد ممكن العسكري يتعامل بالسلاح، ممكن يتعامل ودي نقطه انا ثاني بكرر، انا ثاني بكرر، انا ما بخوف زول ولا في زول بيخاف من الكلام. نحن يا جماعه ثوار ووقفنا في الارض وقلنا كلمتنا وتعرضنا للضرب وتعرضنا للاعتقال وتعرضنا للسحل خلاص، ده ما في زول الان بيقول الكلام ده الا انه هو حاصل. الناس بتقول الصوت متقطع، لايك شير بس كتروها مشاركات خلاص، كتروها مشاركات خلاص. القصه الان قصه بتاعت بلد، واخواننا في الفاشر ما زال الصادق الان بيذكر كويس بانه اخوانكم في الفاشر ما زال اطلاق الذخيره شغال، وقبله انا لقيت اخبار ايضا كنت جاي عليها الان بانه ما زالت الحكايه يا جماعه شغاله. يا جماعه لايك شير، المشاركه اسفل الفيديو على يدك اليمين، ها بسرعه شباب، المشاركه اسفل الفيديو على يدك اليمين مكتوب مشاركه بالعربي، واللايك اسفل الفيديو على يدك اليسار كويس، دوس اي شيء احمر ظهري اي حاجه اصفر كويس. فمش على انه البعض غادي يفهم الكلام غلط كويس. المقر اللي فيه الغذاء ده ده الان هو شغالين عليه، ما زال في نهب ثاني حصل واطلاق النار شغال. والسيد مني اركم الناوي ولا مني اركم برهان ما عارف غايته، المهم الان هو بيتكلم
قبل 4 أيام وبقول يا أخي والله يا أخي نهيب المواطنين أو ننبه المواطنين إنه يا أخي ما ينهبوا وكده، ذاته كلام رخيص خلاص. يعني أنت بتطلع مواطنين بلدك كويس وهم في مسغب، هم في حالة بتاع جوع حقيقي خلاص، فهمت؟ مش عال بيقول فعلا الفاشل مدورة كويس. طيب الحكاية معناها شعبك جيعان كويس، ليه ما قدمت له؟ وليه الفترة اللي انت قضيتها ومية طيارة ترافق بالله موكبك لغاية ما اعلن عنك، ليه لغاية اللحظة دي ما قدمت ولا حل مشكلة عادية، حفلة لحفلة واحتفال لاحتفال كويس، ليه لغاية اللحظة تكتب قبل 4 أيام تقول ان يا اخي ما يسرقوا، مالك ما تجيب عربات عسكرية تحيط بالمكان ده؟ ليه خليته؟ انت بتتحمل المسؤولية اولا واخيرا يا من يركم الناوي كويس، انت بتتحمل البتة، اسمع الكلام ده كويس، انت متحملة تماما، اذا في اطراف تانية عسكرية ولا مدنية بيجوا بعدك، لكن انت متفوق تماما في المسألة دي خلاص. وفي معلومة ايضا بتتحدث بقوة عن استبعاد جبريل كويس، استبعاد جبريل ابراهيم من وزارة المالية، وانا اعتقد انه ما بالضرورة الا يقعد وزير مالية، ممكن يكون وزير عادي يعني برضو زي باقي الوزراء يعني يخضع للتغيير ولا كده، هيجي بالسلام لكن ما مشكلة يكون قاعد او برضو يعني يقدم غيره يعني برضو، دي نقطة مهمة يعني، ما يا هو يا زي ما كان الشعار يا هارون يا الغيامة تقوم الفنس المؤتمر الوطني وكده، في انت لا 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 لا، القصة تكون قصة بتاعت وطن خلاص، القصة قصة بتاعت بلد، ما قصة بتاعت ضيع منصب فقط ليك ولا لغيرك. لايك شير يا شباب، نوهوا للاعتقالات دي يا اخوانا، دي اخبار جاتنا الان بانه تم اعتقال 6 من الشباب الراكزين ناس لجان المقاومه كويس. انا كاتبه في تعليق ومثبت ياهو تحت، اضغط عليه لايك بالله كويس، خليه يوصل لاغلب الناس الان، وتجمع ثوار الصحافه بيعلن اعتقال ايضا عضو لجان مقاومه جبره هيثم فضل من منزله من قبل القوات العسكريه قبل قليل واقتياده لجهه غير معلومه. انا طبعا يا جماعه القصه بتاعت قوات احتلال وما عارف شنو الالفاظ دي شخصيا ما قاعد استخدمها كويس، انت حر استخدمها لكن انا لا ادعوك انك تستخدمها، دي قوات بلدك في النهايه، حتى وان كان سخرت لانها تضربك ولا كده انت حاول اصلح فيها بقدر الامكان، حاول اصل انك تصلح، لكن اياك ثم اياك بانه تسمي المسؤوليه يعني انك انت قوات بلدك مهما كان كويس تسميها كده. واحد الشباب بيفيدنا الان بانه تم فرض حظر التجوال الان، ويا اخوانا انتم ما عارفين المره دي اللي بيعتقل منه، هل اللي بيعتقل يعني المباحث الشرطه ولا زي كل مره، ولا المره دي هتعتقل استخبارات الدعم ولا استخبارات الجيش ولا جهاز الامن، انت ما عارف، ما عارف هل اعتقل الليله، هل في ضمان بكره يطلع بعد بكره يطلع، انت ما عارف المعلومه دي خلاص. فأنا شخصيا بقول إنه الوطن فوق الجميع، بقول على كل القوات النظامية تغلب مصلحة الوطن على المواطن على نفسها، وإنها ما تدخل نفسها في النفق بتاع القتل والسحل والتدمير، لأنه مبعود على البلد إلا بالخراب، مبعود بالبلد إلا للتدمير. كل ما الصوت كان عندكم واضح شباب أعملوا لايك، كل ما الصوت كان عندكم واضح أعملوا شير كويس. مرحب بكم جميعا الناس في التعليقات تحت خلاص، ده كلام فارغ جدا وده كلام ما كويس. بالنسبة للشباب يا جماعة، في جهات بتحاول تستخدم الشباب فعلا، فهمت؟ تديهم اسماء قوية وتديهم عشان يكون في حالة بتاع التشنج مستمر مع القوات النظامية، وانه ما يرى فيها الا العدو، وما يرى فيها يا جماعة القوات النظامية ما عدوك، عدونا احنا الان الفكرة بتاعتنا ان احنا ابتكرينا الصراع عسكري مدني، وديل بيلعبوا علينا، وبعد فترة حتى تقتنع بالكلام ده. هسه انا قاعد اقول له قد تنبزني وقد تشاكل وقد، لكن حتتذكر ربما كويس، سيذكرني قومي اذا جد جدهم، ربما كويس القصة دي قد تتذكرها في يوم. انت عداءك الان مع الفكر اللي خطته لك الاحزاب في راسك انه صراعك مع العساكر، خلتك تركز مع العساكر وتخلي اخطاء اللي هي بترتكبها بجاي كويس. نفس الشيء العساكر بيحاولوا انه يخلقوا لك صراعك بس مع الاحزاب، نفس الشيء. طيب انت تكون وين؟ انت في منطقة الحيادية، انت دار تمرق مظاهرات صح ولا لا؟ اي نعم. تجنب الاشتباك بقدر الامكان، تجنبه تماما كويس، تجنب الاشتباك، ولا الكلام ده غلط يا جماعة؟
ولا انتوا قبلانين انه الحكايه تبقى الضرب والدم بين المتظاهرين، بين ده انت بتضرب لك زول شايل سلاح ناري كويس هيعمل شنو؟ كويس انت لو كنت محله كنت هتعمل شنو؟ كويس. طيب اقول لك كلام خلاص، الكلام ده قد ما تقبله الكتائب اللي بتحاول تجند اولاد الناس الان، القاعده تجند الان في اولاد الناس وتجعلهم لقمه سائغه للعساكر. الكلام ده انا بقوله، امرق مظاهرتك اهتف وتعال في انت مرتاح، ربنا يجيبك راجع سالم وغانم ويجيبك سالمة وغانمة في انت، ما يجيب زول مهزوم ولا مقتول ولا مضروب ولا ولا، والثورة دي نفسها طويل ما الا هسي ولا بعدين ولا بكرة ولا غيره في انت، بتستمر في ثورات استمرت 10 سنوات 5 سنوات 3 سنوات عادي جدا كويس. لكن القضية بتبقى المحورية والمركزية، من يدفع شبابنا للقتل؟ الأجهزة العسكرية تقوم بالقتل علنا نهارا جهارا، ما في زول إنكر. في طرف ثالث أوكي ده بيجي بعد الجزء الأول اللي هم القوات العسكرية القوات الأمنية اللي بتضرب في الناس. طيب القوات الأمنية دي تضرب لبيات وطرية، قاعد تضرب بعد ما يحصل غالبا استفزاز، في الغالب كده بيحصل استفزاز، في كوادر قلت لك مدربة قاعدة معاك جوا في المظاهرات دي، الكوادر دي بتشيل الحجار بتفلق بيها الناس، هنقصد بيبدو لك الموضوع كده، انت ما بتقوم منتبه، انت الوقت داك بتهتف يا ماشي ليه وطنك جهز عديل كفنك، انت الوقت داك ما مركز انت كويس، فجأة بتلقى نفسك في مواجهة مباشرة كويس، بتلقى نفسك في مواجهة مباشرة كويس. و يعني أرى القوم يوزعون المهام بينهم، وأرى القوم يعني كما أراكم الآن في البث المباشر وكما تروني، إن القوم الآن يقسمون المهام لكي يكون عملية أي فض لمواكب أو مظاهرات سهلة جدا. ففي البداية كانت متوزعة الحكاية ومجلبطة على جزء معين قوات كذا ولا كذا، لكن الآن بقت مسنودة بقوات تانية وغيرها. فأنا بقول الشعب السوداني من حقه يتظاهر، أنا من حقي أتظاهر كمواطن، أتظاهر مع مواطنين، أنت من حقك تتظاهر كمواطن، تتظاهر معانا كمواطنين، كلنا مارقين بكرة، لكن ده ما معناه إنه أنت تمشي تعتدي. الكلام ده لو الناس ركزت فيه مهم. في كلام تاني قالوا لك عثمان مرغني الليلة ركزت معه، قال الليلة عثمان مرغني بيتحدث إنه بشكل كبير ماشي الحكاية على إنه تكون الانتخابات مفصولة، بمعنى انتخابات رئاسية براها وانتخابات برلمانية براها. الانتخابات الرئاسية هي انتخابات بتحديد السلطة في 2022 تكون قائمة، قامت خلاص انتهت، لأنه باعتبارها ما بتهم كثير، ده زي مجلس السيادة ما تشريفي كده في انت، التشريفي ساي كده ما مهم انت. فمجلس السيادة حيتم إعلان حله مباشرة أول ما تمت تكوين أو أول ما أعلن المجلس الرئاسي أو الحكومة المنتظرة كويس وكده. طيب ده فيما بعد يعني في 2022 ده الشغل الآن الماشي. وانتخابات برلمانية، ده الكلام ذكره عثمان مرغني الليلة، انتخابات برلمانية ودي اللي بتحتاج للدوائر، تحتاج للأمانات، هي دي اللي بتحتاج لأنه يكون في شغل متشابك زي ما بقول، دي يكون فيها ترشيح، يكون فيها انتخاب، دي اللي ممكن تشوف التعداد السكاني. أنا غايت أختلف مع الكلام ده بشكل كبير، الانتخابات تكون واحدة خلاص، إذا بقت بعد سنة من الليلة، إذا بقت بعد سنة ونص، المهم الانتخابات تكون انتخابات. لكن البلد يا جماعة ماشية في وضع الآن عكسي، البلد ماشية في وضع عكسي، ولو ما ركزت انت كويس وما ركزت انت كويس قد نكون كلنا سبب في الهاوية دي، عشان ما يكون الامر ضد بلد بحالة وانت ما قاصده ولا انا قاصده. خلونا نعمل على شعارات بناءة تطالب باسقاط الحكومة اوكي، لكن بناءة ملتحمة مع غواتك انت النظامية، ما تخليها لك عدو، لانه بعد شوية بتتربص بيك ريب المنون، بعد شوية بتوريدك حياض المنية، بعد شوية ما بتخلي زول، بعد شوية الشغل حيبقى على المكشوف تاني، ما في هزار. وبتعلن الخارجية السعودية الليلة بشكل واضح عن ضرورة إجراء تكوين الحكومة بسرعة كويس، أعتقد الكلام واضح والقرار واضح. تاني ما تقول أي جبريل، هو السيكتر زول بيقوله معارض الآن جبريل إبراهيم، فما أعتقد أنه تاني جبريل حيكون عنده وزن إذا كان الحلفاء والمحاور قرروا
كويس، حتى وان كان مدعوم من محور محورين، لكن انا من هنا بدعو جبريل عليك، الله ما تقول للناس عد مضحوط، لا بتنبلع لا تفوت. وانت هسه كده مرقت قلت كلمه واحده في الشهداء اللي ماتوا دي، مرقت قلت كلمه فيه، مرقت قلت كلمه سال الله يرحمه، مرقت قلت التحقيق عاجل ونحن حنسوي وحنفعل ونترك، ولا معديه كلها فلل وفنادق وسفريات وعلى حساب الدوله وتعيينات للاقارب فقط وغيرها، يعني لعبك مكشوف كله يعني على الظاهر جدا. كويس، وانتوا ما عارفين الكلام ده، انا احمد ده بعرضني لشنو؟ فهمت؟ ما عارفين الكلام ده انا شخصيا ممكن يعرضني لشنو؟ لانه فيه كشف بتاع ملفات خطيره جدا. كويس، ف هم ما نريدوا يتكلموا الان عن الموضوع ده نهائي. كويس، فجبريل عين انسحب عليك، الله الله يهديك الله يهديك، عشان النشطة دي ما يتلفت عليك كمان، انسحب انسحب. كويس، انسحب، بارك الله فيك، شكر الله برضو سعيك. هي الكلمة دي قيلت لمبارك بالمناسبة، هو جايب له مقطع هو بيتكلم، قال افنيت 50 سنة دفاعا عن بلدي، وافنيت 50 سنة من عمري، فبجيبوا زول عمك كبير كده بيقول لي على عيننا وراسنا شكر الله سعيك. فهمت؟ يعني شكر الله سعيك، بارك الله فيك، حياك الغمام بعد ده، يلا يلا. كويس، فالقصة الآن ماشي على ميزان لا بد تترجح فيه قوة، لكن احنا اعتدنا في العالم العربي بتنتصر إرادة المحاور وإرادة المستعمر، ما إرادتنا. تعالوا نبني إرادة قوية صلبة أقوى من الحاصل الآن، خلونا ننجر أو ننسحب من الانجرار خلف الخطاب الحزبي، الخطاب الحزبي تماما. كويس، خلونا نركز على انه دايرين نعمل في الموكب بتاع بكره ده ورقه دايرين نعدها من الميدان، ورقه تفاوضيه. نحن الشباب اللي بنظاهر ده نعد لنا ورقه تفاوضيه، نحن الشباب ديل انتوا الامشي فاوض، ما في حاجه اسمها امرا دبر بليل التنايم الصباح تصحى وقد تم تكوين الوفد من كده كده وتقبله فرحا مسرورا ومستبشرا منصورا. فهمت؟ لا 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 لا، احنا دايرين هسه موكب بكره نجتهد نحن كشباب. كويس، على انه ممكن ولا ما ممكن، اذا الناس ارادت انها تضع خلاص، دايرين لنا الناس كلنا نعد لنا ورقه عن السلام في السودان والتهريج اللي بيحصل في السياسه الان ده والفوضى الخلاقه اللي بتستفيد منها دول اخرى، بتستفيد منها دول اخرى الان. كويس، كل ما كثرت عليك التهين المشاكل كثير من دول العالم الان بتفتح ابوابها عشان تضيع انت اكثر. دوله السودان الصوت ان شاء الله واضح معاكم، نحن يمكن اللايف شغال له 28 دقيقه. كويس، بقدر ما الصوت واضح اي زول يعمل معانا لايك، اي زول يعمل معانا مشاركه. كويس، بقدر ما انه اللايف واضح يا اخواننا. كويس، بقدر ما انه اللايف واضح، اي زول يعمل معانا لايك يعمل شير، لانه في مشكله في الشبكه فغادي يقطع النت زي ما انا ذكرتها، وزي ما انتم عارفين ومتوقعين كمان. كويس، قد يقطع النت في اي لحظه من اللحظات. كويس، ما معروف 200 غادي يتم قطع الاتصالات ايضا، وده اسلوب زي ما قلت، واغلاق الكباري تقريبا لغايه الاحد، وفي روايه السبت اغلاق الكباري لغايه السبت لغايه الاحد. كويس، واحتمال ان شاء الله ربنا يجعل امرا غير ذلك، يعني ان شاء الله ربنا يجعل انه الكباري ذاتها ما تتقفل. كويس، ويجعل انه النت ما يقطع، لانه النت ما الا لايفي، النت ما الا لايفك، النت ما الا صفحتي، النت ما الا صفحتك، النت ارزاق ناس الان. كويس، النت حياه ومؤسسات بتتعطل وبتجيف دوامه حياه. كويس، وده غير قتل المتظاهرين، وده غير الاثام اللي بيتبوء بها. كويس، لكل من اراد ان يقتل. كويس، ف ف ف من خافقي وسنى قصيدي وخير ما كابدت من جهودي اختم هذا اللايف، لكن في نقطه كده لازم امر عليها. في لايف قبل كم يوم قلنا لكم انه لازم التومهج ده تشوفوا له منصب، الرجل ده الان شكله محتاج
لأي طريقة إن شاء الله يقولوا المشرف العام لشركة الهدف، ولا المشرف العام لأسوار، ولا المشرف العام لترحال. حتى اتصل علي أحد الشباب من ترحال محتاج، يعني قال كيف يجيبوا المشرف العام لهم، يعني محتاج جدا، يعني فهمت على القصة دي. فالمهم ظهر تاني يوم هو بيبكي في 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 التلفزيون، وبيبكي بكى شديد، وبقول انه والله يا اخي انه قواتنا النظامية وكده، واضح من كلامه انه زيل في انسحاب من الوعود اللي ادوها له بانه يكون والي لسنار كان، وانه او يكون حاكم اغليم او كده وكده. فالمسألة بقت بعيدة، وما ظنيته يجيبوا وزير، والمسألة بقت له صعبة كويس، لانه هو كان باكي برضه في وزارة التجارة وكان بيتمناها كويس وكده. فالقصة لا هي كمان موزعة. فالتوماجو ده شوفوا له طريقة يا اخواننا، عليك الله الله والنبي احمد طه بكره كان تستضيف الزول ده، بكره ما تستضيفه لنا، خليه تعبان، انت كلمني قبل شويه تعبان، خليه يمشي ينوم، عليك الله ما تستضيفه لنا، مع انه كان كلموه بيستعيد مين ناسي ليه بكره لغايه مين ناسي ده بكون جاهز، انت جاهز قاعد على مشاطه، اقل تليفون طالب عين بيفتكرهم ديلو عشان ماشي طوالي انت. فالتوم هيو الزول ده شوفوا له حاجه. فاذا كان بكره عشان ما يقول لنا والله يا اخي الرصاص ده طائش ساكت وما مقصود، فهمت وكده، وما ناوي ما تستضيفه كويس، مني اركو برهان ده ما تستضيفه، ولا مني اركو عبد الوهاب ما عارف، ولا مني اركو السيسي من ما عارف غايته، على اي حال كويس هي مني اركو مناوي، لكن بقت اسماء ملخبطه كده. و و و و وزي ما قال واحد من الشباب بيهني الشباب الثوار او براس السنه الهجري كويس، وهدى الميلادي هو بلخبط. فعموما على اي حال انا وصلت الرساله، ان شاء الله ربنا يجعل الوطن امنا مطمئنا يا رب، زايدين ما ناقصين. نتخوف من يوم الغد، نتخوف من يوم الغد. ربي يستر هذا البلد، ربي يستر هذا البلد، أمانا يا ربي أمان، سلاما يا ربي سلام، سلاما على كل الأوطان. ولكن هنالك تغيير حقيقي قادم، هنالك تغيير قادم في الساعات المقبلة، ترقبوه وانتظروه خلاص، في الساعات الجاية حتشوفوه. نسأل الله أن يجعل البلد بخير، إن شاء الله أي زول واضح له الصوت يا أخواني يعمل معنا ملصق، أي زول واضح له اللايف اللايك أسفل الفيديو على يدك الشمال تحت، دوس أي لايك تلقاه زهري أحمر أصفر، المهم الشير أسفل الفيديو على يدك اليسار مكتوب مشاركة باللغة العربية، أضغط عليها بتظهر جروباتك، أضغط في جروب جروبين ثلاثة بسرعة وشاركوا في صفحتك. شكرا جزيلا، ربنا يحفظ الجميع، سلاما يا ربي سلام، أمانا يا ربي أمان، على كل الأوطان وعلى سائر الإنسان في كافة السودان. السلام عليكم ورحمة الله.